ألفنا مشاكستها فوق مسرح مناظرة. شاركت في دي دي 15 ودي دي 17. رحبوا معي بمريم الهني من تونس. قالوا لكم إنه اسمي مريم؟ لا لا لسه، بس يلا معلش. سيدي الرئيس، أنا مقدرة موقفك وبعرف إنك جداً مشغول، بس معلش خليني أخذ دقيقة من وقتك. أنا اسمي مال الشام، عمري 4 سنوات، وأنا إجيت من هون على الحدود من سوريا. أنا مال الشام، أنا اللي باتروا ألعابي الأشقياء وتحطمت أرجوحتي وما بقى في حيطان علقة فيهن. أنا اللي قميصي ما بيخفي الأكماء، أنا اللي رجلي ارتجفت بلا نعل ولا حذاء، أنا اللي بدني أنهكه العناء. بي وأمي وستي وجدو اللي ما بعرفن، بس بيقولوا إنن صعدوا للسماء. أخي رحل وما ترك شي يصلح للارتداء. أنا مال الشام، افتكرني وخليك هلا مع قصة أختي. أما أنا، حياكم الله قبل كل شيء. أما أنا اسمي فرات، اجيتكم من العراق وعمري ما عاد يهم. أنا قصتي ابتدت وانتهت عند جسر المسيب، عند جسر المسيب ولليوم مو عارفة كيف. فاركتم اختي التوأم دجلة وبابا، أما بابا فاستشهد على يد داعش، الدولة الأمريكية بأرضنا وعشوارعنا. أنا كل ما راح الموت بابا شاهدتها، هو يعني كان مسجون بمعتقل أبو غريب، وكانوا كل يوم يبعثوا لنا ظرف في صور بابا. يوم وهو مصلوب، يوم وهو معلق من رجليه، يوم وهو بيعيط من حرقة الزيت اللي يسكبونها عليه. يوم ويومين، أسبوع وأسبوعين وشهر وعامين، وأنا عايش بهذا الكابوس اليومي، إلى أن أتى يوم فتحت فيه باب المنزل ولم أجد ظرف العادة، بل وجدت خرقة قماش التف بوسطها جسد بابا اللي أكل المعتقل نصفه. بابا على الجنة إن شاء الله، بس دجلة وين دجلة؟ ما بعرف عنك شي يا اختي، ما بعرف ان كنتي فوق الارض ولا تحتها. انتو اقتحمتوا العراق ليش؟ لانه قالوا انه في عنا اسلحة دمار شامل، ولقيكم بدكم تسووا منا ديمقراطية. لا لا، الديمقراطية ما تدخل البلد بالدبابات والاسلحة، الديمقراطية تدخل بالقلم والمدارس. دمار شامل، انتوا الدمار الشامل، انتوا اللي دمرتوا العراق، احرقتوا مكتباتنا، اتلفتوا حضارتنا، سرقتوا ثرواتنا. لا علاقة لكم بالديمقراطية، حلوا عنا بقى. انا بدي اختي، وين دجلة؟ انا فرات، افتكرني وخليك هلا مع قصة اختي. ايه، عرفتوني انا مين؟ أنا الجرح النازف، أنا الخلاصة، أنا يافا، 10 سنوات من فلسطين. شو بدي أحكي لأحكي؟ أنا وجعي غير شكل، أنا جيل ورا جيل ورا جيل ورا أجيال حامل الهم، ولا هلا ما خلصت قصتنا. بس أنا ما جيت اليوم عشان أحكي لكم عن وجع، الهموم تعودنا عليها. أنا أمي ماتت وهي رافعة سلاحها، ستي استشهدت وهي حاملة بندقيتها، عادي يعني. بس أنا اليوم هون أعلن لكم بالحياة وشارة النصر، بداية جديدة عنوانها أنتم ترحلون وتذهبون إلى الجحيم والمقابر، أما نحن فسنحيا هنا على هذه الأرض الطيبة. أنا يافا التي لم أخطر في أسوأ كوابيسك نتنياهو، أنا التي سأخرج لكم من وراء الشجر والحجر ومن وراء ظلكم. إن صلاح الدين الأيوبي هذا العصر
لن يكون رجلا بل ستكون فتاة. ستكون فتاة بحلم لا تسعه إلا مدينة الصلاة. نحن قوم نصنع الموت في سبيل الله، لكننا نحترف فن صناعة الحياة. وبهالمناسبة يعني رح نصنع لكم النعوش اللي رح تخرجوا فيها من أرضنا. يا فالتي سيصلكم غضبها، افتكرني أنا كمان وخليك هلا مع قصة أختي الكبيرة. أما أنا التي لم يكن قدومي إلى هذا العالم من الأشياء المخططة لها، بل أتيت بعد 5 سنوات من زواج أمي وأبي، وشاء الله وشاء تقداره أن يكون هذا المولود أنثى. اختار لي من الأسماء مريم، ونظراني صوتا للحق وصوتا لمن لا صوت لهم. لكن أعذرني سيدي الرئيس، أنا اليوم لن أطلب إذنك، وقررت أن أتكلم باسم أطفال هذا العالم. عمري 18 سنة، وربما هذه آخر فرصة تتاح لي في ذلك. لن أطيل الكلام، أنا كذلك لا تعرفني كما لا تعرف أخواتي، لكن أنصت وأصغي. أما كلمتي الأولى فلنداها تكون نصيب الجزارين. أسألكم الرحيل، أنا القادمة من تونس، من هناك من حيث تشرق الشمس. منذ 5 سنوات وفي نفس هذا الوقت امتد اللهيب الشعب إلى أن وصل إلى قصر قرطاج، وفر بن علي المسكين مذعورا في ملابس نومه. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فاتعظوا، لأن مصيركم سيكون حتما أتعس من مصير بن علي. كالقاذورات ستدفنون بين قنوات الصرف الصحي. ملت بلاد العرب طغاتها، فجدوا للطغاة مكانا سواها. أما كلمتي الثانية سيد الرئيس فلدعها تكن من نصيب باقي من هم في الحكم. نحن جيل قرر صعود الجبال، عيش بين القمم. فأمامكم حلين لا ثالث لهما، إما العيش بين القمم وصعود الجبال طبعا، أو العيش بين الحفر. نحن لا نطلب منكم أن تكونوا كأحد العمرين، بل المثال ليس ببعيد، حاكم هذه الأرض الطيبة. أذكر أن حين زيارتي لإسطنبول لأول مرة قيل لي بأن على هذه الأرض يعني كل المناطق تتمتع بمسابح مغطاة وملاعب معشبة وما إلى ذلك من وسائل الترفيه، لكن نحن لا نطلب أكثر من ماء وغذاء لأطفال إفريقيا الوسطى، أكثر من إنصاف لأطفال بورما، أكثر من إحاطة بالأطفال ضحايا الحرب والمعارك التي ليس لهم ذنب فيها. لا نطلب منكم أكثر من مساواة بين جميع الأطفال، مهما كان جنسهم، لونهم، عرقهم، دينهم، انتمائهم، هويتهم. لن أطيل عليكم أكثر، لكن تأكدوا أن سوريا ستعود باسمة، والعراق سيعود شامخا، واليمن سيعود سعيدا موحدا، والمغرب العربي سيعود مزدهرا، والخليج العربي قويا عادلا. أما تونس فتونس ستعود رائدة. أما أنت يا يافا فانتظرين على مشارف القدس، سنأتيك فاتحين وسندخل القدس من باب المغاربة. اللهم فاشهد إني بلغت. يافا، مال الشام، فرات، يلا نروح يامو. أما أنتوا افتكرونا، ولما بتخلص الحرب ابقوا اندهونا. إذن شكرا لمريم الهني من العراق، من سوريا، من فلسطين، من تونس.